بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ناجي الدرداري الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر المستقطب وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب. جئنا اليوم أمام وزارة الأسرة، أمام وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للاحتجاج على مجموعة من السلوكات التي دأبت عليها إدارة وكالة التنمية الاجتماعية والوزارة الوصية باعتبارها المسؤولة عن هذا القطاع الحكومي. جئنا للاحتجاج ضد التزوير الذي طال هذه المؤسسة، جئنا للاحتجاج ضد الفساد الذي يطال هذه المؤسسة وضد الإفساد الذي شمل هذه المؤسسة منذ على الأقل منذ سنة 2000 ونحن نعيش هذا الوضع، بحيث أنه تم تزوير النقط الإدارية للأطر والمستخدمين سنة 2000 وأعيدت العملية سنة 2021 في خرق سافر للقوانين وفي خرق سافر للمساطير. أيضا الترقية تتم خارج القانون على الأقل من حيث الشكل الذي تخرجه الإدارة في هذا الباب، تعلق اللوائح بالترتيب الأبجدي، حيثما ولينا بهذه اللوائح نكون موقع استهزاء من طرف الآخرين، بحيث أنه الفصل 34 من نظام من القانون الأساسي للوظيفة العمومية يقول أن تعليق اللوائح الترقي بالاختيار يتم عن طريق الاستحقاق وليس بالأسماء الأبجدية، وهذا وتعليق الأسماء حسب الاستحقاق يعطي الحق لكل إطار ولكل موظف أن يحتج إذا بدا له أنه ظلم، في حين أنه حينما تعلق اللوائح بالأسماء الأبجدية عبر الترتيب الأبجدي لا يمكن لأحد أن يحتج ولا يمكن لأحد أن يقول أن اللوائح فيها خلل، لأنه لا تعطي، لأنها في الحقيقة لا تعطي أي صورة عن الترقي، وبالتالي يتم التلاعب فيما بعد في اللوائح ويتم ترقية من أرادوا والإقصاء من لم يريدوا. المدن، نحن هنا من مدينة العيون، من مدينة أكادير، من مدينة الدار البيضاء، من مدينة الرباط ومن مدينة الحسيمة، وبالتالي هاد الإخوان اللي معنا هنا وهما أعضاء في المكتب الوطني للنقابة جاءوا من هذه المدن للاحتجاج، لأنه لم يعد هناك سبيل غير الاحتجاج من أجل إنصاف أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية. سطرنا برنامج نضالي على مدى أسبوع، إذا لم تستجب الإدارة وإذا لم تفتح الحوار وإذا لم تفعل المقررات التي اتفقنا فيها مع الوزارة ومع وكالة التنمية الاجتماعية سنسطر برنامج آخر وسنستمر هكذا، لأن هذا الوضع استمر من 2019 والظلم يمارس على مجموعة من الأطر والمستخدمين، والآن لا يمكن الصبر أو المزيد من القبول بهذا الوضع. كان ممكن أنه مرة واحدة يتم تجاوز العملية، ولكن هذا الوضع يتكرر كل سنة، وبالتالي أنه الحل الوحيد والأوحد أمام هذا الوضع هو المزيد من الاحتجاج والتصعيد في الاحتجاج من أجل أخذ المطالب المشروعة للأطر والمستخدم. مطالبنا المشروعة هي التراجع عن التزوير، أولا ترجع التزوير في النقاط الإدارية لسنة 2019، وهو التزوير الذي تم سنة 2000 نهاية 2000 وتم نهاية سنة 2021. أيضا إنصاف المتضررين من هذه الترقيات، وهم كثر بوكالة التنمية الاجتماعية، لأنه لا يمكن أن نتجاوز الحقوق الحقيقية لأصحابها.